لكن الحقيقه طبعا لازم بنتكلم دايما دايما على فريقنا ونادينا العظيم النادي الاهلي. الحقيقه النادي الاهلي اللي قدم موسم للتاريخ، الموسم ده الحقيقه وزي ما قال الكابتن محمود الخطيب امبارح انه موسم عظيم على كافه المستويات، كل البطولات الحمد لله في دولاب الجزيره، ده على المستوى كره القدم وعلى مستوى الالعاب الاخرى الحقيقه كمان مش كره القدم بس، لكن الموسم ده النادي الاهلي الحقيقه بيحقق انجازات كبيره جدا في كل الالعاب سواء على المستوى الجماعي او المستوى الفردي. مش بس كده، كمان على مستوى الجمعيه العموميه وعلى مستوى الفيجن، على مستوى النظره المستقبليه للنادي الاهلي، افتتاح طبعا الفرع الرابع للنادي الاهلي في التجمع الخامس، وان شاء الله الفرع الخامس هيكون ان شاء الله في مدينه العالمين الجديده باذن الله. كل ده الحقيقه يعني نظره او فيجن او بلان محترم جدا من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ان احنا ماشيين على الاتجاهين على المستوى الرياضي والفرق الرياضيه طبعا على راسها فريق كره القدم اللي بيقدم موسم اكتر من رائع، والموسم لم ينتهي، يمكن خلاص عندنا مباراه يعني كمان في كاس مصر في دور الثمانيه بعد طبعا ما تخطينا عقبه الداخليه بالفوز 2-0، هنتكلم شويه عن هذه المباراه. لكن زي ما بقول لحضراتكم الموسم لسه مستمر على مستوى الكاس، ان شاء الله باذن الله المباراه اللي جايه امام نادي المصري في دور الثمانيه بكاس مصر، بعديها خلاص هيكون في اجازه وفي راحه استعدادا للبري سيزون. الحقيقه مباراه الداخليه كانت مباراه مهمه، دايما مباراه الكاس كده بتبقى دمها تقيل شويه، يعني بالرغم ان انت بتلعب يعني فرقه يعني مستوى الفني اقل كتير من النادي الاهلي، لكن تبقى مباراه الكاس ملهاش اي معايير. والحقيقه النادي الاهلي دخل بتركيز عالي جدا، قدر يحسم المباراه بنتيجه 2-0، والمباراه ديت يعني طبعا بعد رجوع كمان تقريبا لعب بالتشكيله الاساسيه كولر في هذه المباراه عشان ياكد على اهميه هذه المباراه، والحقيقه على اهميه كل بطوله بيخشها النادي الاهلي، يعني بطوله كاس مصر ان شاء الله اللي يعني ان شاء الله نوصل لدور قبل النهائي، يعني هنقابل فريق كبير فريق نادي المصري. لكن زي ما بقول لحضراتكم تاكيدا على التطور الكبير في اداء بيرسي تاو، الحقيقه بيرسي تاو بيقدم يعني بيقدم الموسم ده وخاصه النص الثاني من الموسم بيأديه بشكل اكتر من رائع. كمان بتكلم على مجدي قفشه الحقيقه كمان اللي خلال يمكن الست سبع اسابيع اللي فاتوا بيقدم اداء حتى على مستوى الدفاع اداء جيد جدا، عامل اسيست وعامل الهدف اللي قدام حضراتكم هدف رائع، وطبعا الاحتفاليه اللي قام بيها قفشه يعني ده دليل ان الولد في كامل لياقته البدنيه كامل لياقته الذهنيه، واحنا بنلعب في نهايه موسم طويل جدا، ده كمان بيرجع ليه تركيز قفشه ورجوع المستوى القوي جدا. كمان على مستوى الاعداد النفسي والاعداد البدني الحقيقه اللي بيقوم بيه الجهاز الفني والجهاز الطبي في النادي الاهلي الحمد لله ماشي على اعلى مستوى.